في المغرب وصنع أمجاد الكرة المغربية في سنوات الثمانينات عندما أهل هنا قصير على القائمية الأول عرضية من زواني، لكن هناك صافرة بالمناسبة من الحكم الكونغولي. نعم اندارا يمثل الكونغو الديمقراطية في طاقم الحكام الذي يقود مباريات كأس الأمم الإفريقية، يساعده خبي المغربي. أنا على يقين بأن بلندا له الكثير من الإمكانيات له في مسار السنوات الماضية مع نادي غلاتاسراي. تمشي الكرة العرضية، فرصة هنا مغربية وفي مباراة البرتغال في كأس العالم بينية ممتازة، ولكن وضعية التسلل راية مرفوعة على يوسف النصيري في نهاية المطاف. ضربة حرة غير مباشرة لمنتخب جنوب افريقيا. هذه الإعادة مرة أخرى البينية. لوجود وضعية مروان داكوستا الذي يأخذ صفة رسمية في هذه المباراة. السؤال إيرفي رونار كيف يلعب في هذه المواجهة؟ السؤال يا إيرفي رونار كيف تلعب في البنين والتعادل في الجولة الثالثة أمام منتخب جنوب إفريقيا؟ صحيح أجمل المباريات التي قدمها نادي أياكس وخاصة الثنائي المغربي المزراوي وحكيم زياش في مباراة البايرن مع نادي أياكس أمستردام. الحكم يتدخل في هذه الأثناء للإشارة إلى وجود خطأ. نعم هذه اللقطة الماضية وبداية المباراة والتعادل لازال قائم في ثالث جولات المجموعة الرابعة. شوف الإعادة، عملية التمويه في اتجاه لاعب موتيبا، ولكن أيضا ردة فعل دفاعية ممتازة من طرف اللاعب غانم. ركنية لفائدة منتخب جنوب إفريقيا، ينفع بكل تأكيد داخل منطقة جزاء زياش المرفوعة. حارس المرمى بعد ذلك ويليامز بالبوكس هنا وسط المدافعين يتمكن من إخراج هذه الكرة. الحكم صفر خطأ. نعم مرفوعة الكرة داخل منطقة جزاء دائما خطيرة. فرصة يونس بلندا صاحب اليمينية. نعم يونس بلندا صاحب اليمينية. شوف الإعادة، هنا الكرة ترفع بعد ذلك أحد المدافعين يغير اتجاهه، وصلت يونس بلندا كما جاءت هنا باليمنى على الطائر، ولكن مرت عالية على مرمى الحارسي ويليامز. أول فرصة اعتبرها لفائدة المنتخب المغربي باستخلاص الكرة. عندك المساحة، عندك المساحة يا حكيم. العرضية بخارج القدم ممتازة، بخارج القدم ممتازة. رائع ما قام به اللاعب كريم الأحمدي في عملية القطع في وسط الميدان. وصلت سريعا للاعب حكيم اليمنى لفائدة المنتخب المغربي. حكيم زياش يلعب يونس، يونس يسدد. يونس كثيرا نصيري في عملية إيرباك الحارس بينما كرة لا وجود لوضعية تسلل. بلا بلا فيها تسلل، هكذا يقول الحكم على مساعد الثاني. وجود وضعية تسلل أم لا؟ هاي الصورة، هاي الصورة. إن شاء الله لا يكون خطير في الثلث الأخير، إن شاء الله لا يصعب المهام على مدافعي المنتخب المغربي وحارس المرمى منير المحمدي. هذه مشكلة جنوب إفريقيا، نعم لا في المباراة الأولى ولا حتى في المباراة الثانية هي الخلف، لأنه غلق جميع المنافذ. يعني حتى لو جبت منتخب متمرس ومنتخب متعود على الانتصار فإنه سيعاني أمام منتخب ناميبيا. لذلك ربما البعض أخذ المنتخب المغربي أن الأداء لم يكن حاضرا في المباراة الأولى، لكن أنا أقول صعب جدا أنك تلعب أمام منتخب يغلق المنافذ ويدافع طيلة 90 دقيقة، وخاصة لما يوقفت الجزائريون المتواجدون في هذه اللحظة بينما كرة مرفوعة المتابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. يقول الحكم الكونغولي الجماهير الجزائرية كذلك حاضرة في المدرجات. لماذا؟ لأنه الجزائر تنزانيا المباراة التي ستجرى بملعب السلام أي بعد هذه المباراة. ولا ننسى كذلك الجماهير المصرية الحاضرة تقريبا قارب بينما كرة في اتجاه لعب مرابط للسلام. يا مرابط لمن؟ يا مرابط لمن؟ يا كريم يلعب لمبارك، لمسة رائعة يا مبارك، لمسة رائعة يا مبارك ونور الدين مرابط. وهذه المباراة الثامنة في مشاركته الإفريقية بينما الكرة العرضية بعد ذلك الدفاع في ميدان منتخب جنوب افريقيا. نصير مزراوي بينية لكن بعيدة، بعيدة جدا على اللاعب يوسف النصيري. أمامنا على الصورة يوسف النصيري على فكرة باكستير، ولكن واحد لاعب واحد فقط من سانتوس. بينما فرصة، فرصة خطيرة. مرت سالمة دياتو، مرت سالمة تو، ومن سدد بالقدم يا اليسرى. هذه الإعادة مجددا، التمريرة ثم تو باليسرى. شوف شوف هنا تركوا المجال للتسديد لحسن الحظ. أن الكرة مرت جانبا عن مرمى منير المحمدي. نأخذ حذرنا من هذه الوضعية ومن مثل هذه التسديدات لأن عندهم لاعبين عرضية. الثانية يوز
هزاف سيري كادف على براسه، كادي سجل براسه، جات المتابعة الثانية عن طريق لاعب يونس بلندا يسددها هنا الضغط على حارس المرمى ويليامسون. كرة وفرصة، كرة وفرصة منتخب جنوب افريقيا. وصلت الى جهه يمكن كينزي، لكن غير مسيس. حكم اشار الى تجاوز الكره الخط وبالتالي ضربه مرمى. اذا قبري الربع النهائي، ترجع كره مغربيه، لمسه جميله جدا في اتجاه لاعب نور الدين مرابط. هذه لاعب نور الدين، هو مرابط الجلادياتور مرابط. والعرضيه بعد ذلك المتابعه تاتي من حارس المرمى ويليامز، اصبح يشكل خطوره الان. جيمبارك ابو صوفا ممتاز، يلا يمبارك بالهدف في عمليه التسديد، ممكن يسدد الكره من المحطات. نهائي 2004 ثم الثالث، بينما لدينا كره هنا لفائده التدخل من غانم سايس ثم مروان. خطيره دي. مرابط واحد اثنين، مرابط يمر العرضيه يا مرابط المغربي. زياش يلحق عليها، ممتاز يا زياش، يتقدم زياش هنا، العرضيه بعيده جدا على اللاعب يوسف انصيري. نعم مجهود رائع قام به اللاعب زياش في عمليه المرور. شوف الاعاده، هذه اخطر كره لجنوب افريقيا عن طريق اللاعب توبي القدم اليسرى. كنا محظوظين في هذه الكره، لازم اسرع يا مروان. وعمليه تجاوب مع كره بلندا، بينما كره هنا في العمق، لكن دائما يطلب الكره في ظهر المدافعين. حذاري من سرعه الاولاد، سرعه منتخب الاولاد جنوب افريقيا. تو امام اللاعب مروان داكوستا، نهايه المطاف مروان داكوستا يقطع. زياش حاب يعمل الكنترول، زياش ولكن في هذا المكان صعب. فياوي اكثر حذر، بينما فرصه هنا ليوسف انصيري. اكثر حذر المنتخبين، واضح ذلك. يعني منتخب المغرب يقول انا لست مجبرا بان العب الكره واضغط واجازف. يا كريم اصبح يضيع الكره بشكل مستمر اللاعب كريم الاحمدي في وسط الميدان. تصل الكره على جهه اليمنى ناحيه اللاعب ماكينزي، العرضيه ولكن جيده جدا لمنتخب جنوب افريقيا. وصلت من جديد التسديده، قوته في التسديد مشاهدينا الكرام. في ظل صعوبة الاختراق، نعم يجدون هذا الحل وهذا المجال للتسديد. هذه الإعادة، تركوا المجال للاعب ماكينزي، لاعب كيب تاون سيتي، ليسدد باليمنى. لحسن مروى وما تحقق حتى الآن. وصلت الكرة لمنتخب جنوب افريقيا، لكن بعد ذلك تمشي إلى الركنية. نعم ركنية في هذه الأثناء، دائما المنح تكون مغرية بالنسبة للاعبين. والحرص وهكذا والاطمئنان والوقوف عند جاهزية المنتخب المغربي. تلعب هذه الركن والجملة التكتيكية الرائعة والتمريرات المميزة. الأحمدي بل هو لاعب تمرير للجهة اليمنى للاعب مصراوي، يعلي مصراوي. سيئة يا مصراوي، هذه النقطة التي تحدث عنها لا بالنسبة لحكيمي ولا مصراوي. بينما لدينا الكرة العرضية، فرصة راسية، حاضر بالتوجيهات. بينما الكرة العرضية، فرصة هنا مغربية في الجهة اليسرى ناحية من هنا مباشرة العرضية. حكيمي بالراس يا يوسف ينصيري، يا سلام على هذه العرضية، يا حكيمي أشرف حكيمي. هذه الكرات التي أنتظرها منك يا أشرف. يا مركز الثالث، نرجع للمباراة. زياش ماذا سيفعل؟ زياش العرضية ممتازة، بصوفة مع حكيمي، وحدة ممتازة العريضة. العارضة تحرمنا من هدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وانتو من أروع ما يكون، وانتو من أجمل ما يكون. حكيمي باليمنى، يا سلام يا حكيمي، بالقدم اليمنى سدد بقوة، لكن العارضة محدود. يا حكيمي تمشي كرة لمرابط، مرابط يدخل، بصوفة يعليها بصوفة، وحارس المرمى بعد ذلك ويليامز يتابع يلعب. حكيمي يحاول المرور، حكيمي يدخل العرضية، من يتابع الكرة الثانية. الموسم المنقضي، بينما كرة بينية، فرصة جول.
عودها له. تكررت الحكاية والرواية في تناغم بين نور الدين مرابط وكذلك لاعب يوسف أنصيري. نعم مرابط السيناريو ذاته يتكرر، ولكن الاختلاف في الفعالية. لاعب غانم سيستصل من جديد على جهة اليسرى العرضية، يعكس هنا ولكن صعوبة المهمة. يبقى نور الدين على القائمة الثانية. ذكية تمشي من جديد مزراوي مرابط العرضية. أنصيري لم تكتمل بهدف، دائما مساندة مرابط. الإمدادات تتواصل معك يا مرابط، تسلم قدمك يا مرابط. شوف الإعادة، يتقدم زياش، يسدد زياش ولكن الجدار، والثانية ولكن بعيدة. هذه الضربة الحرة الجانبية، الكرة مرفوعة، فرصة بركاتك يا مبارك. هل هلالك يا مبارك، بركتك حاضرة يا مبارك. بلمسة، بتسديدة، بكرة في مرمى الجنوب الأفريقية. هكذا أحلى قصة وأحلى انتصار وأحلى تقدم منك يا مبارك يا بوصوفا. بركاتك يا مبارك. حضرت